في الأشهر القليلة القادمة سيتم تشغيل المرحلة الأولى لجامعة جدادية والتي تشمل على 6 كليات، وسيتم من خلالها نقل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين إلى هذه المواقع. كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية التربية والآداب والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية وصلوا إلى نسب كبيرة تفوق 90%. إذا انتقلت مساحة البناء الأفقية اللي احنا شايفينها إلى مساحة رأسية يعادل مساحة بناء برج الحمرة، فأنت الآن قاعد تحاول تشغل مبنى بمساحة أفقية، وهذا في أيضا في مجال المقاولات والإنشاءات أصعب من تشغيل المباني الرئيسية. مشاريع ضخمة للبنية التحتية تم تسليمها والانتهاء منها بالكامل، والتي استغرقت لسنوات عدة كالملاجئ ونفق الخدمات والمحطات المركزية. احنا قاعد نتكلم عن نفق خدمات بطول 7500 متر طولي بعرض 8 متر وارتفاع 8 متر. فكرة الصيانة في هذه المدينة كلها راح تكون عبر الأنفاق. عمال الصيانة ما راح يشوفونهم الطلبة، ما راح يتكون بالطلبة، الصيانة كلها راح تكون للبنية التحتية من خلال البنية التحتية. ففي كمية أعمال كلها الآن دفنت، المحطات المركزية للتبريد والخدمات تم الانتهاء منها وتم تشغيلها، وحاليا في فترة تسمى فترة الاختبار والتشغيل. تم تركيب أنظمة هندسية متميزة بأسلوب انسيابي دقيق مجهزة بتقنيات فائقة للتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40%. واحدة من هذه الأشياء كانت نظام التبريد، أن عندنا مبنى واحد وهو يوزع الماء البارد على جميع المباني والكليات، وكذلك عندنا الواجهة أن هي هدفها أن تخفف الحرارة وتخفف تكلفة التكييف على المباني. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تشغيل 5 كليات، وهي كلية العلوم الاجتماعية وكلية الشريعة وكلية الحقوق، إضافة إلى كلية العمارة وكلية علوم هندسة الحاسوب.